لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة في جامعة عين شمس. دكتور علاء، في البداية أنا برحب بحضرتك على شاشة إكس نيوز. نتحدث في هذه التغطية عن أزمة أو أزمة هذا العصر، أزمة طال تداعياتها مختلف دول العالم ووصلت تداعياتها إلى شيء أكبر لربما مما تخشاه هذه الدول. سؤالي لحضرتك متعلق بالجهود، هل الجهود التي قامت بها الدول في الفترة الماضية تكفي لكبح جماح هذه الأزمة؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أولا يا فندم، يعني الجهود الدولية، هو طبعا التغيرات المناخية، يعني أمواج التغيرات المناخية تعتمد على جهود المجتمع الدولي، لأن التغيرات المناخية تداعيات التغيرات المناخية لا تقف عند الحدود السيادية للدولة، ولكنها عابرة الدول وعابرة القارات، وبالتالي دول كثيرة غنية منها وفقيرة تتضرر ضررا يعني متغاير، يعني في بعض الدول هيكون عندها هشاشة كبيرة برنابيلتي فهتتضرر أكثر من دول أخرى، وفي بعض الدول اللي تقدر تتكيف تعمل أدابتيشن أكثر من دول أخرى إلى آخره، ولكن في النهاية الكل سيكون لديه أضرار كثيرة وخسائر كثيرة. هو في الحقيقة يا دكتور الكل لديه، يعني ما نقدرش نقول ان في اي دولة او حتى اي قارة بمنأى عن التداعيات المتعلقة بالظواهر المناخية القصوى. يمكن تابعنا سواء حرارة شديدة، اعاصير، فيضانات، امطار يمكن شديدة. الحقيقة يا فندم، انا بس اهم حاجة اللي عايز اقولها برضو لحضرتك، حضرتك فتحت نقطة هامة جدا، الا وهي ان كل الدول هيكون فيها اضرار، ولكن العبرة هنا حضرتك كيف يمكن للدول أن تستعد، كيف يمكن للدول أن تأخذ مبدأ الأخذ بالأحوط اللي هو البريكوشن برنسبل، بمعنى اتخاذ إجراءات حمائية واستباقية حتى يمكن أن تتكيف وممكن هي تحمي نفسها وتحمي مواطنيها من التداعيات، وهي طبعا مبنية على السيناريوهات، لأن هناك العديد من عدم يقين انسرتينتي كثيرة جدا، وبالتالي الدول بتمشي بمبدأ السيناريوهات، بتبني سيناريوهات وبتقول في سيناريو سيء، سيناريو متوسط، سيناريو ايجابي يعني بوزيتيف شويه. وعشان كده كيف يمكن الدوله المصريه، احنا فطنا لهذا الموضوع منذ فتره وقدرنا نقول ان كيف يمكن ان نحول هذه التحديات الى فرص، ودي مهمه جدا يا فندم، ان احنا النهارده صحيح شايفين ان العالم كله داخل في قضيه التغيرات المناخيه، ودول كثيره جدا بصرف النظر عن المسؤوليه التاريخيه لهذه القضية للدول، سواء اللي هي خاصة بالثورة الصناعية أم لا، احنا مش بنوجه أصابعنا إلى أي دول، ولكن بنقول أن مصر أولا عملت في موضوع التخفيف حضرتك اللي هو الميتيجيشن فرص كثيرة جدا، أن احنا لما دخلنا في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، أولا احنا هذا الملف هو ملف لتأمين الطاقة في المستقبل، لأن احنا بسبب التغيرات المناخية هناك يعني فيز اوت، يعني هناك هيكون في ابتعاد وامتناع عن استخدام الوقود الاحفوري بسبب التغيرات المناخيه، وبالتالي الاتجاه الى ملف الطاقه الجديده والمتجدده ده هو تامين امن طاقه لمصر، ومش بس كده، وحتى يمكن ان تكون مصر مركزا اقليميا للطاقه الجديده والمتجدده اللي هي تقدر يعني تستفيد منه من ناحيتين، اولا ده نوع من التخفيف اللي هو جزء من التزاماتنا الدوليه طبقا لاتفاقيه باريس الى اخره، وطبعا وثيقه اللي هي الناشونال ديترمين كونتريبيوشن زي المساهمات الوطنيه، وفي ايضا في نفس الوقت احنا مش بس بنكفر، احنا بنستغلها كفرصه تصديريه عشان العمله الاجنبيه وعشان نشغل ناس وننقل تكنولوجيا جديده ونشغل مصر في تكون فعلا مركزا اقليميا للطاقه الجديده والمتجدده. هنا حضرتك احنا حولنا التحديات الدولية إلى فرصة وطنية بسبب الملف الطاقي. نيجي بقى ناخد موضوع التكيف حضرتك اللي هو الناحية الثانية. موضوع التكيف اللي هو الأدابتيشن. الدولة فعلا جادة وأخذت إجراءات جادة جدا في اتخاذ إجراءات حمائية. ليه؟ لأن احنا بنقول يمكن احنا مش عارفين إن التغيرات المناخية اللي هتيجي حدتها اعتبادي، ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط عندنا في السواحل الشمالية ليس لدينا يعني معلومات او بيانات على وجه كبير من الدقه، ولكن عارفين ان هيحصل ارتفاع في مستوى سطح البحر. فبنعمل ايه؟ بناخذ بالاحوط. بنعمل حضرتك اجراءاتنا، بنعمل مصدات للمياه. اجراءات استباقيه يعني يا دكتور. استباقيه يا فندم بالظبط كده. والله لو جت
التداعيات زي ما توقعنا خير وبركه، ما كانش احنا هذا هو استثمار في التنميه. يعني احنا حضرتك اي مشروعات واستثمارات في هذا المجال الحمائي الاستباقي هو الحقيقه استثمار في المستقبل ولحمايه المواطنين والاجيال القادمه في المستقبل من التداعيات دي. صحيح. يعني يا دكتور لو هنقول ان ازمه التغيرات المناخيه هي حقيقه اصبحت مفروضه علينا الان لا يمكن ان ننكرها، هنقدر نقول برضو على او بالتوازي مع ذلك ان الدوله المصريه استخدمت العلم، استخدمت خطوات استباقيه يمكن عشان تكبح او تتصدى او تخفف من وطأة تداعيات هذه الازمه. كيف من الممكن ايضا ان توسع الدوله المصريه هذا النطاق يا دكتور؟ يعني احنا دايما بنشوف ان مصر لما بتيجي تتكلم على فكره التعامل مع ازمه زي ازمه المناخ تحديدا مش بتتكلم على مصر فقط او لا تتحدث باسم مصر فقط، الموضوع بيكون شامل القاره الافريقيه بشكل عام. فكره توسيع نطاق التعامل مع الازمه دي هيساعد ويساهم في تقليل اثرها في مصر وفي افريقيا كمان لو في عمل جماعي. طيب هو حضرتك بداية بدء أن القيادة السياسية المصرية فطنت إلى دور التعاون، الدور الهام جدا اللي بيلعبه التعاون الدولي في مجال مواجهة التغيرات المناخية. بمعنى إيه؟ أنت حضرتك محتاجة التعاون الدولي سواء مع الدول المتقدمة اللي عندها التكنولوجيا المتقدمة أو عندها التمويل المناخي زي ما احنا بنقول عليه كلايمت فاينانس اللي هي تقدر تساعدنا في التمويل حتى يمكن ان احنا نمشي في البرنامج الطموح بتاعنا سواء في الطاقه الجديده المتجدده او في برنامج التكيف الى اخره. فاحنا محتاجين تعاون دولي مع الدول الغنيه المانحه. وفي نفس الوقت حضرتك قلتي نقطه مهمه جدا، هي قاره افريقيا القاره السمراء الجميله 54 دوله اللي هي بتعتبر مصر نموذج يحتذى به في حاجات كثيره جدا، وبالتالي احنا لابد دايما على قدر من المسؤوليه ان اخواتنا في قاره افريقيا ان احنا يقدروا نتبادل معاهم الخبرات بحيث ان هم يشوفوا احنا ماشيين فين. احنا مشينا خطوات كبيره جدا حضرتك في مجال الطاقه الجديده ومتجدده، والحمد لله احنا لما نظمنا او استضفنا قمه مناخ كاب 27 في شرم الشيخ كانت بالنيابه عن قاره افريقيا، ومعظم المبادرات اللي مصر فكرت فيها بالنيابه عن قاره افريقيا. هقول لحضرتك حاجه اكتر من كده بعد اذن حضرتك، ان الرئيس وهو في واشنطن مؤخرا كان دي قمه افريقيه امريكيه، جزء من الكلام والحديث بتاع سياده الرئيس او البيان بتاع سياده الرئيس لما خاطب الدول الافريقيه والولايات المتحده كان كيف يمكن ان احنا نجد اسلوب او اساليب مبتكره حتى يمكن ان دول افريقيا اللي فيها هشاشه كبيره في التغيرات المناخيه، نص دول العالم اللي هتتضرر بسبب هشاشتها الفولنبيليتي بتاعتها في التغيرات المناخيه موجوده في قاره افريقيا، وبالتالي كيف يمكن للولايات المتحده الامريكيه والدول الاخرى سواء جي 8 او جي 20 عامه يعني ان هم يقدروا يفكروا في بعض الادوات المبتكره حتى يمكن ان نساعد الدول الافريقيه اللي عندها هشاشه كبيره في التغيرات المناخيه في التكيف مع التكيف ودي حاجه كبيره جدا. ويمكن كمان اضافه للنقطه دي برضو يا دكتور كان في اتكلم السيد الرئيس في مفات كلمته في القمه الامريكيه الافريقيه في الجزء المتعلق بالمبادرات اللي اطلقتها مصر اللي برضو هتنفع مصر وافريقيا المتعلقه بالغذاء، المبادرات المتعلقه بانشاء مركز القاهره للتعلم والتميز حول التكيف والصمود للتداعيات المتعلقه بالتغيرات المناخيه، كل دي فعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور هي مبادرات او هي اليات بيتم طرحها والعمل والسعي فيها مش عشان بس تخدم مصر للتصدي لهذه الظاهره ولكن ايضا القاره الافريقيه. طبعا يا فندم مصر دايما حضرتك بسبب الانتماء الافريقي والتوجه الافريقي الحالي، احنا بنتكلم على الحقبه اللي احنا فيها والتوجه القياده السياسيه ان مصر هتتعاون كثيرا جدا مع الدول الافريقيه زي ما حضرتك تفضلتي. مركز التكيف هو مركز لرفع القدرات كاباسيتي ديفلوبمنت، في رفع قدرات وفي تعزيز القدرات وفي خلق قدرات جديده حتى يمكن للدول الافريقيه ان هي تبتدي تقول هنحمي نفسنا ازاي؟ لا مجال، حضرتك قلتي كلمه مهمه، لا مجال للتشكيك، ما عادش في تشكيك، التشكيك الدينايل كلايمت دينايل ده مش موجود، خلاص احنا تخطينا هذه
المرحلة وأصبحت حقيقة واقعة وآتية لا ريب فيها، خلاص جاية. فيعمل إيه؟ نقول هنتكيف إزاي؟ لأن الدول الأفريقية حضرتك عارفة إن موضوع التخفيف بالنسبة لهم يعني خلينا نتكلم بصراحة، هم 3% من مساهمة ال 54 دولة في إجمالي الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الاحتباس الحراري، وبالتالي مساهمتهم في القضية لا تتناسب أبدا مع الأضرار اللي هتقع عليهم. فإحنا بنقول لازم بقى نبتدي نتعلم ونشوف كيف يمكن أن نحمي أنفسنا للتكيف ولمواجهة التغيرات المناخية بشكل يكون فيه صمود وفيه مرونة عشان البنية الأساسية بتاعتنا، علشان حتى الفكر بتاعنا وكل التوجه البحث العلمي والتعليم يمشي في هذا الاتجاه. طب دكتور، بما ان حضرتك تطرقت للجزء المتعلق بالتكيف وتحديدا في القارة الإفريقية، لما بنيجي نبص لا أزمة التغيرات المناخية، ما فيش ركن من أركان الحياة، ما فيش منحة من مناحي الحياة مش مرتبط بشكل كبير أو ما تأثرش ولو حتى بجزء صغير من أثار التداعيات المناخية، سواء الظواهر البيئية بشكل عام، الأمن الغذائي والمائي، الاقتصاد في مختلف الدول برضو يمكن يكون اتأثر. إلى أي مدى أو كيف تستطيع الدول من خلال الاستفادة من المخرجات أو ما تم الوقوف عليه في مؤتمر المناخ كوب 27 من الاستعداد، من تغيير وتحويل السياسات للبدء فكرة لو حتى ما فيش حلول هتكون جذرية وحلول سريعة، التكيف والتأقلم والتعامل مع هذه الظاهرة؟ أنا عايز أضيف بعد إذن حضرتك حاجة، طرف مهم جدا. اتفضل. نحن صنعنا التاريخ، مصر صنعت التاريخ في كوب 27 عن طريق إنشاء صندوق للتعويضات الخاصة بالخسائر والأضرار. صحيح. لأن احنا لو اتكلمنا على التكيف في حد ذاته وتعدينا مرحلة التكيف وأصبح أن الدول تضررت بعد مرحلة التكيف، خلاص يعني احنا عملنا التكيف أخذنا إجراءات الاحترازية الحمائية ولكن برضو حصل أضرار غصبا عننا لأنها آتية من الخارج، وبالتالي مين اللي هيعوض الدول الأفريقية دي؟ دي خطوة كبيرة جدا حضرتك، احنا كنا بننادي بيها، احنا اللي بنشتغل في هذه المهنة في البروفيشن ده من سنة 91 قبل الاتفاقية الإطارية بسنة، 92 في قمة ريو دي جانيرو، احنا نتكلم من 91 وتعمل تاسك فورس، تعمل مجموعات عمل سانتياغو جروب وتعمل الورشو عشان نقول يا جماعة لابد أن يكون هناك عدالة مناخية، لأن التكيف كويس جدا ومفيش فلوس للتكيف كمان، معظم التمويل المناخي اللي جاي يجي للميتيجيشن للتخفيف، لأن دي قضية عالمية. لما عايزين نحن نخفف الانبعاثات، لكن التكيف دي حاجة داخلية وطنية خاصة بينا في مشروعاتنا، في خاصة بمواطنينا وجودة الحياة. وبالتالي احنا بنقول مين اللي هيعوض الدول الأفريقية دي والدول النامية التي ستتضرر كثيرا جدا ضررا بالغا بسبب تغيرات مناخيه لم تكن لها فيها ناقه او جمل؟ وهي دي الحته المهمه جدا، ان احنا حضرتك سعداء جدا بمخرجات حضرتك تطرقت الى موضوع مخرجات كوب 27. اكثر حاجه احنا الناس الممارسين في موضوع التغيرات المناخيه والخبراء فيه بنعتقد ان هذا انجاز يعني غير مسبوق، هذا انجاز تاريخي، وان كان لم يتم الاعتراف صراحه بالمسؤولية التاريخية، ولكن وجود هذا الصندوق هيريح الدول حضرتك كتير جدا، لان كده هذه يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي بيس اوف مايند، يعني في نوع من الأريحية في التفكير ان هنعمل ايه لو تضررنا، هنعمل ايه لو البنية الأساسية بتاعتنا تدمرت، هنعمل ايه، على الأقل هناك آلية هتكون موجودة لتعويض هذه الدول. طب دكتور، حضرتك أستاذ اقتصاديات بيئة، خلينا نتكلم مع حضرتك شوية بلغة الأرقام. لما بنتكلم على الظاهرة دي تحديدا، إحنا بنقول على سبيل المثال 90% من الكوارث بتصنف إن هي كوارث ليها علاقة بالأزمة الأكبر وهي التغيرات المناخية أو بالطقس بشكل عام. لو هنتكلم بأرقام بشكل مفصل أكتر وإزاي هذه الأزمة بتأثر على الاقتصاد العالمي، بنتكلم عن 520 مليون دولار بيفقدوا الاقتصاد العالمي كل عام، وده رقم في الحقيقة مش قليل لو هنحصره في أزمة واحدة. هل أتذكر قبل كوب 27 دكتور علاء كنا دايما بنسأل وبنتساءل أن التحدي الأكبر هل الدول الكبرى والدول اللي هي بتساهم في هذه المشكلة بشكل كبير هتفضل المشكلات الداخلية المتعلقة بالطاقة والاقتصاد
على الأزمة الأكبر وهي الأزمة المتعلقة بالتغيرات المناخية، ولا التغيرات المناخية هي الأزمة اللي هتطفو وتكسب وفي الآخر الجهود كلها هتتحول لها بعد COP27؟ إلى أي مدى نستطيع القول أن الدول يمكن وعت وأدركت حجم الخسائر الاقتصادية اللي بتتعرض لها إثر هذه الأزمة يا دكتور؟ طيب، هو حضرتك سؤال حضرتك ممتاز جدا جدا جدا، فخليني حضرتك بس اتناوله كده ببساطه شديده قوي. حضرتك كل اللي حضرتك قلتيه ده مرتبط ببعض. كل الحاجات اللي حضرتك قلتيها دي تفضلتي بيها هي مرتبطه ببعضها، بمعنى ان هذه هي اجزاء من الكل، تتكامل الاجزاء كلها مع بعض عشان تدينا صوره هوليستيك واضحه كبيره لنا. ازاي بقى؟ هقول لحضرتك ما حدث في اوروبا الغرب اللي هي اوروبا الغربيه عامه من مشكله في الطاقه بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه، دفعت الكثير من هذه الدول في التسريع والتعجيل في الحياديه الكربون، كاربون نيوتراليتي، بمعنى ايه؟ عايزين طاقه جديده ومتجدده دي حتى يخرجوا من التبعيه في الوقود الاحفوري، يعني يضربوا ضاره نافعه. يعني احنا بنقول ايه؟ دي لما حصلت الازمه الروسيه الاوكرانيه، زي ما في ناس خسرت كتير، احنا مثلا تضررنا، الاقتصاد المصري تضرر بسبب ارتفاع اسعار البترول وبسبب ارتفاع الحبوب الغذائيه الى اخره، ولكن في نفس الوقت دي خلت الطلب على الطاقه الجديده والمتجدده خاصه حاجات زي الهيدروجين الاخضر اصبح عليها طلب اكبر من الاول وبسرعه وباستعجال كبير، ودي ساعدت في نقل التكنولوجيا ساعدت في انتقال رؤوس الاموال من دوله الى اخرى عشان يعجلوا بهذا. وبالتالي احنا النهارده كنا بنقول اوروبا ابتدوا يستعملوا الفحم، فعلا دول كثيره في اوروبا بالذات في الشتاء، وهو احنا في الشتاء دلوقتي، ابتدوا يستعملوا الفحم بديلا عن الغاز الطبيعي. طبعا هم الاثنين وقود احفوري مش وقود نظيف، ولكن انظف، وقود الغاز الطبيعي انظف من الفحم. ولكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك وحضرتك ذكرتيه، ان يعني احنا ما كناش عايزين ان هم يستعملوا الفحم، ولكن استخدامهم للفحم هي رده، ولكن في نفس الوقت هتسرع قضيه التوجه والتحول الى الطاقه الجديده والمتجدده، وهتشجع دول زي مصر وتحفز دول زي مصر ان هي تتحول فعلا بقوه واكثر وقوه اكبر، قوه دافعه اكبر الى الطاقه الجديده والمتجدده. فكل ده حضرتك يعني هي اجزاء بتترابط كلها مع بعض لو نفكر فيها. هي فعلا ما حدث هو مشكله عند الدول الاوروبيه، ولكن احنا حولنا هذه المشكله او هذه التحديات الى فرصه لنا كاقتصاد قومي، كاقتصاد وطني، ان احنا مش بس نسرع بالتحول الى الطاقه الجديده والمتجدده، ولكن ايضا ان احنا نكون مركز طاقه متجدده. صحيح. كده وبس حضرتك، احنا بنأمن ملف الطاقه للاجيال القادمه، دي مهمه جدا، لان في الاجيال القادمه الوقود الاحفوري لن يكون له يعني نفس الوزن او النسبي في توليفه الوقود، وبالتالي احنا لما دخلنا في الطاقه الجديده المتجدده الملف بتاع امن الطاقه ده حضرتك احنا بنأمنه للاجيال القادمه. صحيح صحيح، وده يمكن هيرجعنا وهختم بيه نقاشي مع حضرتك لأول إجابة حضرتك، إن فعلا الدولة المصرية بالخطوات الاستباقية استطاعت إن هي تحول هذا التحدي إلى فرصة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة في جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك.